اولا الترشيح ديالي هو تيدخل في اطار ممارسه الحقوق الديمقراطيه داخل الحزب. كاين العديد من الاهداف، غادي نهضر واحد ثلاثه ولا اربعه الاهداف الاساسيه. الهدف الاول هو تقويه موقع الحزب في المشهد السياسي كحزب تقدمي ديمقراطي حداثي، لانه مع الاسف تضررت الصوره كثيرا مؤخرا. الهدف الثاني هو من ناحية التنظيمية، يعني العمل على تغيير الاساليب ديال التدبير والاساليب ديال الحكمه والاساليب ديال المسؤوليه، لانه مع الاسف الحزب يعاني من تكلس تنظيمي اللي ما تيخليش يشتغل بشكل جيد. الهدف الثالث هو تقويه الحمامين المناضلين. مع الاسف هناك واحد التنافر، ما بقاتش هذيك الاخلاق الرفاقيه، خاص يكون واحد التناغم ما بين المناضلين سواء برلمانيا او منتخبين او اطر شابه او نسائيه. الهدف الرابع بطبيعه الحال واللي هو ديمقراطي، انا شخصيا ضد الولايه الثالثه. المنظرين اللي نضروا للديمقراطيه لما تطول في المسؤوليه تتخلق بعض السلبيات. انا مع الاحترام للرفيق الامين العام لمنتهياتي ولايته، جوج ولايات كافيه، وبالتالي تجديد الدماء وتجديد الافكار وتجديد المسؤوليات، يعني طبعا في اطار الاستمراريه. الاهداف راه هي المبادئ، هي القيم، هي وطبيعه الحال الخط السياسي والخط التنظيمي راه تسوغوه يعني الاجهزه الحزبيه المسؤوله. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.